وده بقى خليني اسالك يا دكتور، بما انك كمان ذكرت هيئه الدواء المصريه وفكره اليقظه الدوائيه، احنا بالنسبه لنا ده مش متعارف عليه، جديد بالنسبه لنا. زي ما كنت حضرتك بتقول، احنا عاداتنا في استخدام الادويه صعبه جدا الحقيقه. شايف ان الدوله المصريه حاليا بتتعامل ازاي مع هذا الملف تحديدا؟ لانه ممكن الناس ما تكونش متخيله اضرار سوء استخدام الادويه. بالفعل هي يعني بتؤدي لمشاكل كبيره جدا احنا ما بنكونش احيانا متخيلينها. ممكن الناس بتاخد ادويه اصلا مع بعض من نفسها، الادويه دي مع بعض اصلا ممكن تعمل كارثه ونبقاش عارفين. ممكن بالمناسبه قبل الاكل او بعد الاكل تعمل مشكله. يعني احنا بالنسبه لنا ممكن التفاصيل دي ما ناخدش بالنا منها اصلا. دواء مثلا كل 6 ساعات ناخده كل 12 ساعه وهكذا. يعني وخلينا نحط رقم للمشكله اللي حضرتك قلتيها. الرقم اللي حطيته المنظمه الصحه العالميه هو تريليون دولار. الاقتصاد العالمي ده رقم بيتحمل ده. تريليون دولار بسبب عدم اتباع سلامه المريض، الاجراءات التشريعيه والقانونيه بتاعتها. وللاسف ده بيقلل النمو الاقتصادي العالمي 0.7% كل سنه. فهو الضرر نفسه كبير اقتصاديا. لو اتكلمنا بقى على المستوى الانساني نفسه، على الشخص نفسه، ايه المشكله؟ احنا بنعمل اجراءات من اول ان انا ممكن اخد الدواء واحطه في العربيه حتى مثلا وانا راجع البيت. صحيح. واسيبه واعمل بيه مشاويري وانزل، احنا درجه الحراره وصلت 40 كام يوم يعني، واسيبه في العربيه وانزل اشتري شويه حاجات. فاول حاجه التخزين، فمهم جدا في موضوع سلامه الدواء وسلامه المريض هو تخزين الدواء. هتخزن ازاي؟ ده ما بيتسابش في درجه حراره اكتر من 25، ولو كان ثلاجه لازم تحط درجه حراره الثلاجه. فبالتالي ان انت احنا بنسيبه يا اما في العربيه او لما ارجع البيت انا درج الدواء مثلا حطه في المطبخ او في الحمام، اكتر مكانين فيهم رطوبه واكتر مكانين فيهم درجه حراره عاليه. طب اللي احنا بنقوله ده كلها اجراءات من اول التخزين مثلا، هيئه الدواء. ويعني احنا يعني فخورين، وانا كصيدلي يعني هبقى متحيز اكتر ان هيئه الدواء بقت هيئه مستقله حاليا، ان هي بقى فيها قسم كامل لليقظه الدوائيه، فيها قسم كامل بيوعي الناس فقط على اهميه ان انت ازاي تاخد بالك من الدواء وتبلغ لو كان الدواء فيه مشكله. وهي اوسع كمان من فقط الدواء، هي للسلامه ان جنرال، يعني مش فقط للدواء. التوعية دي مهمة جدا ان هي ابتدت تبقى موجودة في كل منظومة صحية. احنا لو اتكلمنا على مجهودات الدولة هنتكلم كمان على التأمين الصحي الشامل، ان بقى كل هيئة ليها علاقة بالرعاية الصحية بقى موجود جواها قسم لليقظة الدوائية. ده مهم جدا. وقسم لسلامة المرضى ابتدى يبقى فيه ممثلين عن سلامة المرضى جوه الهيئات الصحية، ده اللي ما كناش بنشوفه زمان، وده اللي المفروض يبقى دايما موجود عشان صوت المريض يوصل للمنظومة الصحية. صحيح. دايما عندنا مشكله في موضوع صوت المريض او patient voice، ان المشاكل اللي بيتعرضوا ليها المرضى ممكن الكوادر الطبيه ما بقوش عارفينها. المشاكل اللي بياخدوها اللي بيواجهوها هم بياخدوا ادويه مثلا، اوقات احنا ما بتوصلناش ككوادر طبيه، زي ما حصل في ملف التخصص الدم والهيموفيليا في مصر مثلا، ان الدوله ابتدت يعني تغير من حتى الادويه، لان المرضى كانوا بيقولوا انا ما بقدرش، خصوصا لو اطفال، الطفل بينزف كل اسبوع ما بيروحش المدرسه. الادويه الى حد ما مؤلمه، بيضطر اروح بيه الطوارئ كل مرتين ثلاثه في الاسبوع. الصوت ده او الخبره الحياتيه اللي بتحكيها الام عن ولادها ما بتوصلش للكوادر الطبيه لوحدها. لازم يبقى فيه ممثلين ولازم يبقى فيه مؤتمرات فيها الناس بتتكلم، فيها البيشنتس بتتكلم.